كتب كلمات يقول فيها كن فيكون، كلش بالبرهان من شارك يربح، خاتم سليمان. طبعا كلمة كن فيكون وجدت فيها شيء من يعني التحفظ نظرا لبعدها الديني، فطلبت من المرحوم محمد عنقر انه يغير هذه الكلمات. قال انا ما نقدرش نخدم سير كوموند، يعني ما يقدرش الشاعر او الفنان ما يقدرش تعطي له انت الامر ينفذ. قلت له شوف انا مانيش شاعر لكن ساعطيك المفتاح. جينيريك البدايه الخاتم يقول انا خاتم سليمان، وبعدين انت كمل شاعر تعرف تقول بعد. لكن جينيريك النهائي الفائز هو اللي يتكلم يقول عندي خاتم سليمان. وهكذا ولدت هذه الفكرة عام 1995 رمضان اللي كان في جونفي 95 بصوت الفنان محمد فؤاد عمان. ومضت الأيام وأنتجت عشرات البرامج، فرسان القرآن نجاح كبير، ساعة من ذهب، وعد النجوم، والاتجاه الصحيح، وعشرات البرامج، لكن كل الناس ما يعرفوني إلى اليوم إلا بخاتم سليمان.